الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنتكلم على المحاضرة الثالثة من محاضرات أمثلية الإنشاءات Structural Optimization Course. المحتوى بتاعنا زي ما عارفين كان في عندنا مقدمة Introduction، في عندنا تقنيات الأمثلية التقليدية على ثلاث محاضرات، واحد واثنين وثلاثة. نعمل مراجعة على اللي فات. احنا خدنا عرفنا في حاجة اسمها Objective Function، دالة الهدف. داله الهدف هي الاوبجكتيف فانكشن، هي الداله اللي انا بحب اعمل لها ماكسمايزيشن اور مينيمايزيشن عشان اوصل للاوبتيمم او البيست سوليوشن. داله الهدف دي بتنقسم اما كونتينوس اند ديفرنشبل، يعني مستمره وقابله للتفاضل، او نوت كونتينوس اور نوت ديفرنشبل، يعني غير مستمره او غير قابله للتفاضل. لو هي كونتينوس اند ديفرنشبل فالكلاسيكال تكنيكس، الطرق التقليديه بتاعه الاستراكشر اوبتمايزيشن بتحقق لي الهدف بتاعي. اما لو هي نوت كونتينوس اور نوت ديفرنشبل يبقى لازم النيوميريكال تكنيكس، الطرق العدديه، ودي هنتعرض ليها بالتفصيل ان شاء الله لاحقا. لو جينا نشوف مع بعض داله الهدف، عندنا داله الهدف ممكن تكون اما سنجل فاريبل احادي المتغير او مالتي فاريبل متعدد المتغيرات. وشفنا متعدد المتغيرات ممكن يبقى unconstrained without constraint او with constraint، بقيود او بغير قيود. واللي without constraints بتنقسم الى شقين: equality constraints قيود مساواة، او inequality constraints قيود لا مساواة. درسنا مع بعض السنجل فاريبل احادي المتغير وشفنا القصة بتاعته، كانت قصة سهلة. ودرسنا ال without constraints multi variable، نراجع عليهم بسرعه كده. قلنا لو عندنا single variable optimization والكيرف بتاعنا عامل كده، دي داله الاكس مع الاف اوف اكس، ففي عندنا نقط اللي هي الريلاتيف مينيمم وريلاتيف ماكسيمم، هي النقط اللي بتبقى عندها القيمه اكبر من القيمتين اللي على يمينها وشمالها، دي اسمها ريلاتيف. لكن في عندنا قيمه اللي هي اكبر قيمه في الريلاتيف، دي اللي هي الابسوليوت او جلوبال ماكسيمم، وفي عندنا الجلوبال مينيمم. وعرفنا ان احنا علشان نجيب نقط الاوبتمايزيشن سواء ماكسمايزيشن او مينيمايزيشن في السنجل فاريبل اوبتمايزيشن بنفاضل التفاضل الاول ونساويه بصفر. طيب لما بساويه بصفر بجيب النقط اللي هي اللي عندها الاوبتيمم سوليوشن. طب انهي نقط فيهم انهي نقط فيهم ماكسيمم وانهي نقط مينيمم؟ قلنا قاعده بسيطه جدا، بنقعد نجيب التفاضل الثالث الرابع الخامس لغايه ما اوصل ان في واحد فيهم مش بصفر. بعد فاضل عند القيم دي اجيب التفاضل، انا جبت الاول خلاص وصلت بالصفر، اجيب التفاضل الثاني، التفاضل الثالث، الرابع، الخامس، السادس، زي ما يطلع. لو انت جبت تفاضل ولقيت ال n بتاعته ايفن، يعني التفاضل الثاني او الرابع او السادس، هو ده التفاضل اللي طلعش بصفر. لو اكبر من صفر يبقى مينيمم، لو اصغر من صفر يبقى ماكسيمم. اما لو كانت القيمه اللي ما طلعتش بصفر هي الاود، ان اود فيها، يبقى ده كده نايذر ماكسيمم نور مينيمم، يعني لا هي ماكسيمم ولا هي مينيمم. وشفنا في عندنا حاجه اسمها انفليكشن بوينت اللي هي نقطه الانقلاب. لو بنتكلم على المالتي فاريبل انكونسترينت اوبتمايزيشن، امثاليه متعدده المتغيرات بلا قيود، بتجيلي الداله فيها مش متغير واحد، اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4، سهله جدا. بنفاضل تفاضل جزئي بارشال ديفرنشيشن، الاف اوف اكس مره بالنسبه لاكس 1 مره بالنسبه لاكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5، ونساويهم بالصفر. يطلع لي عده معادلات، ان من المعادلات في ان من الفاريبلز. ببدا احل المعادلات دي مع بعض سيمالتينيوس، احصل على قيم الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 والاكس 4. طب كلام كويس جدا. طب انهي نقط في دول ماكسيمم وانهي نقط مينيمم؟ قلنا بنعمل حاجه اسمها الهيسيان ماتريكس. ايه الهيسيان ماتريكس؟ مصفوفه فيها التفاضل الثاني بجزء، زي ما قلنا ان بنلاقي هنا اهو، لو نحط هنا اكس 1 نحط هنا اكس 2 اكس 3 اكس ان، وفي على الصفوف برضه اكس 1 اكس 2 اكس ان،
فلو عايز تفاضل بعينه اللي هو الصف الثاني والعمود الاول، يبقى دي بارشال 2 اف بارشال اكس 2 بارشال اكس 1. طب عايز الصف الرابع والعمود الخامس مثلا او العمود السادس، يبقى دي بارشال 2 اف بارشال اكس 4 بارشال اكس 6. بنكون الهيسيان ماتريكس دي ونبدا نشوف. لو الهيسيان ماتريكس اللي معانا دي بوزيتيف ديفينيت، يبقى ده معناه او نيجاتيف ديفينيت او سيمي ديفينيت او انديفينيت. لو بوزيتيف ديفينيت معناه ان دي ريلاتيف مينيمم. بوزيتيف ديفينيت يعني ازاي بالظبط؟ اللي فات ان الرقم طلع موجب، مش اللي فات في السنجل فاريبل لما كان موجب كنا بنقول مينيمم. اه نفس الكلام. لو نيجاتيف ديفينيت يبقى ريلاتيف ماكسيمم. لو سيمي ديفينيت ريكواير مور ستادي، عايز استادي اكبر من كده. لو انديفينيت اسمها سادل بوينت، وشفنا السادل بوينت مع بعض. يعني ايه المصفوفه نقول ان هي بوزيتيف ديفينيت او نيجاتيف ديفينيت او سيمي بوزيتيف او سيمي نيجاتيف او انديفينيت؟ في لها تعريفين. في تعريف الاساسي بتاعها اللي هو عن طريق الايجن فاليو بروبلم، ان انا باخد المصفوفه دي مصفوفه مربعه بجيب لها الايجن فاليوز كلها. لو طلع كل الايجن فاليوز بوزيتيف يبقى دي اسمها بوزيتيف ديفينيت. لو طلع كل الايجن فاليوز نيجاتيف دي اسمها نيجاتيف ديفينيت. لو طلع فيهم صفار او بوزيتيف يبقى سيمي بوزيتيف ديفينيت او بوزيتيف سيمي ديفينيت. لو صفار او نيجاتيف نيجاتيف سيمي ديفينيت. لو موجب وسالب يبقى دي كده اسمها انديفينيت. طبعا عشان نحل ونجيب بقى الايجن فاليوز والكلام ده كان عملياته تبقى صعبه شويه. ففي تعريف افضل او اخر بيسهل لي موضوع ان انا احكم هل الهيسيان ماتريكس بتاعتنا بوزيتيف ديفينيت اور نيجاتيف ديفينيت اور سيمي بوزيتيف اور سيمي نيجاتيف. ازاي؟ بيقول لك بوزيتيف ديفينيت بتجيب ال A1. ال A1 دي اللي هي المحدد الاصغر بتاع اول محدد صغير. ماشي. وال A2 انك تاخد بقى الاربع عناصر دول اللي هي مصفوفه 2 في 2. بعدين A3 اللي هي الثلاثة في ثلاثة بتاعتهم برضه. وA4 وA5 وA6 وA7 وAN. يبقى بعد احسب محددات الصغرى الدياجونال. أول واحد واحد واحد، اثنين واثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، خمسة وخمسة. جميل. لو طلع إن كل الـ A of J بوزيتيف يبقى دي بوزيتيف ديفينيت. لو طلع إن الساين بتاعتهم ناقص واحد أس J يبقى دي نيجاتيف ديفينيت. يعني إيه؟ مش فاهمين الكلام ده. يعني لو A1 إشارتها بالسالب، A2 إشارتها بالموجب، A3 بالسالب، A4 بالموجب، سالب موجب سالب موجب، يبقى ده كده اسمه نيجاتيف ديفينيت. بوزيتيف سيمي ديفينيت لو هم موجبين او صفار. موجبين او صفار. انديفينيت ما سوى ذلك. تعالوا مع بعض ندخل على الطرق الثانيه من الكلاسيكال اوبتمايزيشن تكنيكس. الكلاسيكال اوبتمايزيشن تكنيكس نمبر 2، احنا شفنا الخريطه بتاعتنا، اخذنا السنجل فاريبل كونسترينت، السنجل فاريبل اوبتمايزيشن، خدنا الويذاوت كونسترينت مالتي فاريبل اوبتمايزيشن، النهارده واقفين على المالتي فاريبل اوبتمايزيشن وذ ايكواليتي كونسترينتس، امثاليه متعدده المتغيرات بس في قيود عندنا. قيود دي قيود مساواه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي هنشوف مع بعض، هناخد طريقتين وفي عده طرق كتيره جدا للموضوع ده. في طريقه اسمها دايركت سبستيتيوشن ميثود، طريقه التعويض المباشر، وفي لاجرانج ملتبلاير ميثود، طريقه مضاعفات لاجرانج. خد بالك معايا، يعني ايه امثاليه متعدده المتغيرات بقيود مساواه؟ مالتي فاريبل اوبتمايزيشن ويز ايكواليتي كونسترين. انا الاصل ان انا عندي في داله اف، عايز اعمل اف اوف اكس، عايز اعمل لها مينيمايزيشن. طبعا الاكس دي كابيتال عباره عن فيكتور اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 زي ما يكون. بس في عندي قيد بقى، ده الجديد عندنا في الموضوع. سبجكت 2 جي جي اوف اكس بتساوي 0. في قيود عندنا. والقيود دي قيود مساواه بتساوي صفر. هناخد ان شاء الله المحاضره الجايه لو لنا عمر، لو هي قيود لا مساواه انيكواليتي تبقى اصغر منه. احنا هنا شغالين على ايه؟ تساوي صفر.
الجي بقى تاخد واحد اتنين تلاته، ممكن شايف يكون عندك قيد واحد، ممكن عندك عده قيود. وده اللي بيحصل عندنا لما تيجي، شفنا الكلام ده في المحاضره الاولى، لما اجي اصمم مثلا ترس انا في عندي قيد، ايه القيد ده؟ الاستريس ما يزيدش عن قيمه الماكسيمم سترين، صح؟ الماكسيمم سترينث. الباكلينج، الباكلينج فورس او الفورس اللي عندي ما يزيدش عن الباكلينج فورس، كل الكلام ده دي كونسترينتس عندنا. الكونسترينت زي ما احنا شايفين عددها ام، ولازم والاكس زي ما قلنا عباره عن فيكتور عدده ام، لازم الام تبقى اصغر من الان، لازم الام تبقى اصغر من الان، والا ما فيش اوبتمايزيشن. يعني تخيل معايا واحد مديك مساله تعمل لها اوبتمايزيشن في اتنين فاريبل ومديك اتنين كونسترينت، خلصت. ما هو الاثنين كونسترينت هيحددوا لي قيمتين للمتغيرين وخلص الموضوع، يبقى مفيش اوبتمايزيشن. امتى يكون في اوبتمايزيشن؟ لما يكون عندي القيود المشروطه عليا اقل من عدد الفاريبلز، يبقى في مساحه بقدر اتحرك فيها. لكن لو عندي كونسترينت بتساوي عدد الفاريبل او اكبر منها، يبقى انت كده مقيد تقييدا، ما تقدرش معانا تتحرك. واضح يا جماعه؟ يبقى دايما هنلاقي ان عدد القيود بتاعتنا اصغر من عدد الفاريبلز. في طريقه ظريفه جدا اسمها دايركت سبستيتيوشن ميثود، طريقه التعويض المباشر. ايه طريقه التعويض المباشر دي؟ انا عندي قيود عددها ام اللي هي جي جي اوف اكس بتساوي صفر. القيود دي هعمل ايه؟ هاخدهم مع بعض احلهم الاول سيمالتينيسلي عشان اجيب ام من المتغيرات بداله ام ناقص ام من المتغيرات. يعني انا مثلا عندي خمس متغيرات اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5 وعندي ثلاث قيود، اعمل ايه؟ اخد ثلاث قيود دول احلهم مع بعض عشان اجيب ثلاث متغيرات بدلاله الاثنين التانيين، بدلاله الاثنين التانيين. يبقى انا بحل بجيب ثلاث متغيرات بدلاله المتغيرين الباقيين، بجيب ام من الفاريبلز بدلاله ان ناقص ام من الفاريبلز. جميل. ساعتها بناخد نعوض بقيم الام من الفاريبلز في المعادله بتاعه الاف اوف اكس اللي هي داله الهدف الاوبجكتيف فانكشن، فبنقدر نحولها الى داله في عدد من المتغيرات مقدارهم ام ناقص ام، وبتتحول الى مساله ان كونسترينتس عاديه خالص من اللي احنا لسه حللها. يبقى الموضوع التعويض المباشر فكرتها ببساطه، انا بعمل ايه يا جماعه؟ بجيب بعض المتغيرات بقلب بعض المتغيرات وارجع اعوضهم في داله الهدف، حولت داله الهدف الى ان كونسترينت، اشتغل بقى وخلص الموضوع. خد مثال بيقول لك احسب ابعاد صندوق ذا اكبر حجم بحيث يكون محددا داخل كره نص قطرها الواحده. Find the dimensions of a box of largest volume that can be inscribed in a sphere of unit radius. يعني ايه الكلام ده؟ في عندنا سفير، في كوره نص قطرها الواحده، هاخد الكوره دي واحط جواها صندوق، واحط جواها ايه؟ صندوق. طبعا لك الخيار، الصندوق ده ممكن واحد يصغره كده ويمطه، صح مش صح؟ او يضغطه ويكبره حسب ما انت عايز. انا عايز ايه بقى؟ انا عايز ايه؟ عايز يديني ماكسيمم فوليوم. بسيطة جدا. بص معايا، لو بصينا على الكرة اللي قدامنا هنلاقي ان اي نقطة على الكرة احداثيتها اكس واي زد. مظبوط مش مظبوط؟ اي نقطة في الكرة احداثيتها اللي على سطح الكرة اكس واي زد. في علاقة تربط الاكس والواي بالزد اللي على سطح الكرة؟ اه طبعا. في عندنا اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع بيساوي ار تربيع. مظبوط يا جماعة؟ دي معادلة الكرة. أي نقطة تنتمي لسطح الكرة لازم يكون زي الدايرة. لو عندي دايرة، أي نقطة واقعة على الدايرة لازم اكس تربيع زائد واي تربيع بتساوي ار تربيع. نفس القصة في الكورة، لازم الاحداثي اكس وواي وزد بتاعه أي نقطة واقعة على الكورة اكس تربيع زائد واي تربيع زائد تربيع يساوي ار تربيع. نظرا لان الار بتاعتي بواحد فبتساوي واحد. طيب فين بقى ده؟ يبقى ده قيد. ده قيد عندنا. لازم اكس تربيع زائد واي تربيع زائد تربيع تساوي واحد. ده قيد. طيب عايزين نشوف فين داله الهدف اللي هي الفوليوم. لو سيادتك جيت تشوف
تكمل لو سيادتك جيت تكمل ترسم متوازي مستطيلات داخل الكرة دي، هتلاقي ان ابعاده 2x في 2y في 2z. ازاي كان؟ مش واخدين بالنا؟ ما هو بص في عندي اكس قدام وفي اكس زيها ورا وفي واي الناحيه دي وفي واي زيها الناحيه الثانيه، في زد لفوق من الاورجن وفي زد لتحت من الاورجن، عشان يبقى البوكس ملامس الكره من جميع الجهات. يبقى انا في عندي شرط، يبقى الفاليو الاوبجكت فانكشن انا عايز اعملها اوبتمايزيشن هي اف اوف اكس واي وزد تساوي 8 اكس واي زد. جبت الحجم ازاي؟ طول في عرض في ارتفاع، 2 اكس 2 اكس في 2 واي في 2 زد تساوي 8 اكس واي زد. يبقى انا اقدر اصيغ المساله بتاعتي اقول ان انا عندي ثلاث متغيرات اكس 1 اكس 2 اكس 3، اكس 1 هو الاكس، اكس 2 واي، اكس 3 زد. داله الهدف بتاعت الاوبجكتيف فانكشن هي اف اوف اكس 1 واكس 2 اكس 3 بتساوي 8 اكس 1 اكس 2 اكس 3. سابجكت 2 اكس 1 تربيع زائد اكس 2 تربيع زائد اكس 3 تربيع بتساوي 1. اهم حاجه في القصه الصياغه اللي احنا قلناها في الاول خالص في اول محاضره، ان اللي هيصيغ داله هيصيغ المساله غلط. المساله كلها غلط، مبني على باطل فهو باطل، صح؟ يبقى لازم الاول انا احدد ايه الاوبجكتيف فانكشن اللي انا عايز احقق اشتغل عليها وايه الكونسترينتس اللي انا شغال بيها. يبقى عندنا ادي داله الهدف بتاعتنا الاوبجكتيف فانكشن وادي الكونسترينت اللي عندنا. جميل، بص معايا، انا عندي كام متغير في المساله؟ كام متغير في المساله يا جماعه؟ ثلاثه، اكس 1 اكس 2 اكس 3 او اكس 1 زد. جميل، في كام كونسترينت في المساله؟ كام كونسترينت؟ واحد بس في الاثنين، هو كونسترينت واحد، ان اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع تساوي واحد، او اكس 1 سكوير زائد اكس 2 سكوير زائد اكس 3 سكوير بيساوي واحد. مظبوط؟ يبقى انا عندي داله الهدف فيها ثلاث متغيرات، عندي كونسترينت وحيد، فهجيب متغير بداله الاثنين التانيين. فده اللي هيحصل دلوقتي، ان انا هعمل ايه؟ هجيب اكس 3 في طرف والباقي في طرف. طبعا هجيب اكس 1 اكس 2 سكوير الناحيه الثانيه بالسالب، واخد الجذر التربيع للطرفين، بقت اكس 3 بتساوي 1 ناقص اكس 1 تربيع ناقص اكس 2 تربيع كل اس نص. طب انا جبت اكس 3، مش هقدر اشيل اكس 3 من داله الهدف من الاوبجكتيف فانكشن واحط مكانها التعويضه بتاعت اكس 3، فاقدر ان انا احول الاوبجكتيف فانكشن بتاعتي من ثلاث متغيرات كونسترينتس الى متغيرين ان كونسترينتس. وده اللي حصل، ان انا شلت اكس 3 وحطيت مكانها 1 ناقص اكس 1 تربيع ناقص اكس 2 تربيع الكل اس نص. واضحه؟ واضحه يا جماعه؟ موضوع بسيط وسهل، بسيط وسهل ان شاء الله. طيب تعال نشوف ادي الاوبجكتيف فانكشن بتاعتي، عايزين نشتغل شغل الاوبتمايزيشن القديم بتاعنا. نروح مفضلين مر بالنسبه لاكس 1 ونساوي بصفر. خد بالك لما فاضل بالنسبه لاكس 1، خد بالك لما اجي فاضل بالنسبه لاكس 1 هلاقي ان انا عندي، لما اجي فاضل بالنسبه لاكس 1 هلاقي ان انا عندي اكس 2 ده كونستانت، اكس 2 ده كونستانت، هلاقي عندي حاصل ضرب دالتين. اولا 8 اكس 2 دي كونستانت نطلعها بره نجنبها في جنب، حاصل ضرب دالتين، ادي الداله الاولى ادي الداله الثانيه. طبعا عارفين حاصل ضرب دالتين تفاضل الاول في الثاني زائد الاول في تفاضل الثاني. الله الله الله، ايه اللي جاب تفاضل الثاني بالكلام ده؟ ما انت مش واخد بالك، مش دي اس نص؟ تفاضلها بيساوي يا جماعه بننزل النص قدام في قوس اس ناقص نص في تفاضل ما بداخل القوس اللي هو ناقص 2 اكس 1. صح ولا مش صح؟ تاني حتتين، لما اجي فاضل قوس اس نص بنزل الاس نص واطلع من الاس واحد تبقى اس ناقص نص. مظبوط؟ وفي تفاضل بداخل القوس بالنسبه لمين؟ لاكس 1. يبقى 1 دي بالنسبه لاكس 1 كونستانت، الاكس 2 بالنسبه لاكس 1 كونستانت، ناقص اكس 1 تربيع لما اجي افضلها بالنسبه لاكس 1 تديني ناقص 2 اكس 1. وده اللي حصل،
الناقص اهي الاثنين في النص بواحد، اس ناقص نص في المقام، اس ناقص نص في المقام، اكس 1 اتضربت في اكس 1 اللي هو الاول ادان اكس 1 سكوير. واضح يا جماعه؟ نفس الكلام هنعمله للبارشل بالنسبه لمين؟ لاكس 2 مع اعتبار ان اكس 1 كونستنت. تديني معادلتين في مجهولين اقدر ان انا اودي ده في الطرف الثاني، خد بالك معايا، اقدر ان انا اودي ده في الطرف الثاني واطلع المقام ده في البسط الناحيه دي، اوصل الى ان 1 ناقص اكس 1 تربيع، طبعا النص اس نص واس نص هيبقى اس 1، يبقى 1 ناقص اكس 1 تربيع ناقص اكس 2 تربيع بتساوي اكس 1 سكوير، او نقدر نقول ان 2 اكس 1 تربيع زائد اكس 2 تربيع بتساوي 1. نفس الكلام اعمله في المعادله الثانيه، فهلاقي ان 1 ناقص اكس 1 سكوير ناقص اكس 2 سكوير بتساوي اكس 2 سكوير، او اكس 1 سكوير زائد 2 اكس 2 سكوير بتساوي 1. معادلتين في مجهولين عايزين نحلهم، سهلين جدا. بضرب المعادله نمره 1 في 2 في سالب 2 وجمعها مع المعادله نمره 1، او ضرب المعادله نمره 1 في سالب 2 وجمعها مع المعادله نمره 2، هنوصل ان اكس 1 سكوير بتساوي اكس 2 سكوير بتساوي 3، او اكس 1 ستار بتساوي اكس 2 ستار بتساوي 1 على درجه 3. مين ستار دي بقى؟ اللي هي النقطه اللي انا بدور عليها، نقطه الاوبتيمم. ماشي يا جماعه؟ طب انت جبت اكس 1 اكس 2 ستار، انا كان عندي كم متغير في المساله من الاول خالص؟ 3. طب عايز اجيب اكس 3 ستار، سهله جدا. كان في قانون عندنا عوضنا بيه من الاول، بيقول ان اكس 3 بتساوي 1 ناقص اكس 1 سكوير ناقص اكس 2 سكوير الكل اس نص، عوض يطلع لك اكس 3 ستار بواحد على جذر 3. موضوع ظريف. نقدر نعوض في الاف الاولانيه، يطلع لي ان الماكسيمم فوليوم بيساوي 8 على 3 جذر 3. ماشي يا جماعه؟ موضوع سهل وبسيط. السؤال اللي بيطرح نفسه، النقطه اللي انا جبتها دي ماكسيمم فوليوم ولا مينيمم فوليوم؟ مش عارفين. نعمل تشيك بالهيسيان، نعمل تشيك بالهيسيان ماتريكس. ادي التفاضل الاول، فاضل كمان مره بالنسبه لاكس 1 سكوير، يبقى هجيب بارشل 2F بارشل اكس 1 سكوير. فاضل بالنسبه لاكس 2 هات بارشل اف بارشل 2F بارشل اكس 1 اكس 2. فاضل مش هبسط، خد بالك مش ببسط، انا سيبها زي ما هي كده، هسيبها زي ما هي كده. فاضل بارشل اف بارشل اكس 2 هات بارشل 2F بارشل اكس 2 سكوير. طب جبت الكلام ده، انا عندي كام نقطه، كام ريزلت عندي؟ 3 ريزلت، او قيمه واحده لاكس 1، قيمه واحده لاكس 2، قيمه واحده لاكس 3. اقعد عوض بيهم، اقعد عوض بيهم في الثلاث تفاضلات وبسطهم، هيطلع لك بارشل 2F بارشل اكس 1 سكوير ناقص 32 على جذر 3 ناقص 16 على جذر 3 ناقص 32 على جذر 3. يبقى انا عملت ايه؟ ما بسطتش بقى بالرموز ومكلكعه، لا، عوضت بالارقام وبسط بالارقام. ماشي يا جماعه؟ جميل. جبنا الثلاث قيم، كون الهيسيان ماتريكس، كون الهيسيان ماتريكس. هات لي الاتش 1 لسه قايلين عليها، ادي الاتش 1 محدد الاتش 1 وادي محدد الاتش 2. الاتش 1 اللي هي القيمه دي بموجب ولا بسالب؟ بسالب. طب هات لي المحدد ده، طلع موجب. افتكر معايا، الاتش 1 بسالب، اتش 2 بموجب، ناقص 1 اس جي، يبقى على طول دي ماكسيمم بوينت. موضوع بسيط سهل يا جماعه. جميل. مثال رقم 2، صندوق ارتفاعه A وعرضه B وضع ملاصقا للحائط، احسب طول اقصر سلم يوضع على الحائط. اظن الرسمه موضحه. يعني انت لو معاك سلم كده وقلت لك هات لي اقصر سلم، تقول اجيب سلم مسطره صغيره واحطها. لا، ده انا في عندي بوكس، في عندي بوكس ابعاده A و B، وعايز احط سلم بحيث يبقى طوله اقصر ما يمكن. A rectangular box of height A and width B is placed adjacent to a wall. Find the length of the shortest ladder
that can be made to lean against the wall. تعال نشوف مع بعض. هفترض ان البعد الافقي للسلم اكس والبعد الرأسي واي. بعد السلم يا جماعة حد يقول لي بيساوي ايه؟ بعد السلم جذر التربيعي لإكس تربيع زائد واي تربيع. جميل. أو نربع، ويمكن دي كانت تفيدنا في المسألة اللي فاتت، خد بالكوا وركزوا معايا. ما هو أنت لو عندك دالة الهدف ماكسيمم يبقى لازم التربيع بتاعها ماكسيمم. صح ولا مش صح يا جماعة؟ ركز أقول تاني. لو عندي دالة الهدف بتاعتي ماكسيمم يبقى التربيع بتاعها ماكسيمم. فاحنا كان ممكن من المسألة اللي فاتت اللي هي كانت 8 اكس 1 اكس 2 جذر 1 ناقص اكس 1 تربيع اكس 2 تربيع، كان ممكن اربع دالة الهدف. بس خد بالك الكلام ده ينفع في حالة الماكسمايزيشن، لان المينيمايزيشن هيبقى تتقلب النقطة من مينيمم لماكسيمم. مش واضح؟ اقول دي تاني؟ اقول دي تاني يا جماعة؟ يعني ليس دليلا، ليس لزاما لو هو مينيمايزيشن لما ربعها تبقى مينيمم. ليه؟ لان حسب، يعني لو عندي، يعني لو عندي الداله بتاعتي عامله كده مثلا، الداله بتاعتي عامله كده كده، لما اجي اربعها القيمه دي تكبر قوي ودي تصغر. صح ولا مش صح؟ لكن مش واخد بالك الداله لو عامله كده معناها زي بالظبط ايه؟ شايف القيمه دي بالسالب. لما اجي اربعها يحصل فيها ايه؟ لما اجي اربعها تطلع بالموجب، ومش لازم تطلع بالموجب تبقى هي الماكسيمم، ده ممكن تطلع بالموجب لما اجي اربعها تبقى عامله كده ما تبقاش هي الماكسيمم. يبقى ده بس في مسائل ايه؟ الماكسمايزيشن. فده اللي حصل ان انا ربعت عشان ما اقعدش اشتغل بموضوع الجذر. طب في قيود عندي ولا مفيش؟ اه في قيود، انه لازم يكون ماشي مع السلم. طب ماشي مع السلم دي نجيبها ازاي؟ عن طريق حساب المثلثات. بص عندي، شايف المثلث الصغير ده والمثلث ده والمثلث الكبير ده، مش دول ثلاث مثلثات متشابهه؟ صح ولا مش صح؟ طيب طبع لي بقى معادله تشابه المثلثات، المثلثين الصغيرين، المثلث الصغير ده والمثلث الصغير ده. عادي المسافه دي كلها اكس، شلت منها بي، يبقى الباقي هنا اسمه ايه؟ اكس ناقص بي. الطول ده كله اسمه واي، شلت منه ايه؟ يبقى الباقي هنا واي ناقص ايه. من شبه المثلثات نقول اكس على بي الطول ده على الطول الكلي على الطول ده شبه المثلثين الصغيرين، يبقى ده على ده يساوي ده على ده اللي هي ايه؟ على واي ناقص ايه. وصلت؟ وصلت يا جماعه؟ جميل. ممكن طبعا نجمع المقام مع البسط في الطرفين، خدناها في ثانيه اعدادي. يبقى اكس على بي بتساوي على واي زائد ناقص ايه، عادي مفيش مشكله. وممكن نجيب الاكس نطلع البي فوق، يبقى الاكس بتساوي بي واي على واي ناقص اي. ده كونسترينت ولا مش كونسترينت يا جماعه؟ ده قيد، ما ينفعش اجيب اي اكس واي واي، لازم في علاقه بين الاكس وبين الواي. الاكس بتساوي بي واي على واي ناقص اي. يبقى المساله بتاعتي كانت مساله سهله، عايز اعمل ماكسمايزيشن لاف بتساوي اكس سكوير زائد واي سكوير، اكس بتساوي بي واي على واي ناقص ايه. تعال نشوف اكس 1 باكس، اكس 2 بواي، يبقى اف هتساوي اكس 1 سكوير زائد اكس 2 سكوير. الكونسترينت بتاعي هو اكس 1 بتساوي بي اكس 2 على اكس 2 ناقص ايه. ممكن واحد يحل المساله باكس 1 مفيش مشكله، يجوز، وهو حاطط في دماغه ان اكس 1 ده متغير الاول ومتغير الثاني، مش اي مشكله خالص. مساله سهله. مش انت دلوقتي عندك اكس 1 بدلاله اكس 2؟ تعالى في الاوبجكتيف فانكشن وشال لي اكس 1 وحط مكانها بدلات اكس 2، يبقى الاف في الحاله دي بتساوي بي اكس 2 على اكس 2 ناقص اي الكل سكوير زائد اكس 2 سكوير. دخل السكوير جوه
او فاضل على طول حتى مش مشكله. تفاضل الراجل ده ب 2 اكس 2 مفيش مشكله فيها. تفاضل الراجل ده لتربيع هنزل الاس واطرح من الاس واحد في تفاضل داخل القوس. بنزل الاس واطرح من الاس واحد في تفاضل داخل القوس. تفاضل داخل القوس اصلا عباره عن بسط ومقام، يديني المقام تربيع المقام في تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل المقام. جميل جدا. ادي المعادله بتاعتنا هي. تعالى نصفي، تعالى نصفيها شويه. نصفيتها ازاي؟ ما اصل عندي هنا في بي اكس 2 ناقص بي اكس 2 يطيروا مع بعض يبقى ناقص بي ايه. طبعا العمليه بقت سهله، بقى عندي ناقص 2 بي سكوير ايه اكس 2 على اكس ناقص ايه اس 3 زائد 2 اكس 2. الكلام ده عايز اجذره بصفر، هنساوي الكلام ده بصفر بسهوله جدا. هنجيب اللي بالناقص في الطرف الثاني بالموجب، او من غير ما نجيب هناخد اكس 2 2 اكس 2 على المشترك، هناخد 2 اكس 2 على المشترك، هيبقى ناقص بي سكوير ايه على اكس تربيع ناقص ايه تكعيب زائد واحد بيساوي صفر. اما الاكس 2 بصفر وده مستحيل. ليه؟ الاكس 2 بصفر مفيش سلم اصلا، مفيش سلم. او ان بيت القوس هو اللي بصفر، خد القوس بصفر، هات اللي في الطرف الشمال في الطرف اليمين خليه بالسالب، يعني غير الاشارات. طلع الاكس ناقص ايه تكعيب فوق، خد الجذر الثالث للطرفين، جبت الاكس 2 تطلع بتساوي ايه؟ زائد بي اس تلتين ايه اس تلت. وتذكر ان كان في معادله بتقول لك ان اكس 1 بتساوي بي اكس 2 على اكس 2 ناقص ايه؟ ما انا جبت اكس 2 ستار اهي، مش دي قيمه اكس 2 يا جماعه اللي انا عايزها الاوبتيمم؟ هرجع اعوض بيها هنا وهنا، هجيب اكس 1 اللي انا عايزها هتطلع بي زائد ايه اس تلتين بي اس تلت. وتلاحظ التجانس ما بين قيمه اكس 1 واكس 2. بص كده، ايه زائد بي اس تلتين ايه اس تلت، وهنا بي زائد ايه اس تلتين بي اس تلت، لان طبعا الاكس 1 بتقابل البي والاكس 2 اللي هي الواي بتقابل الايه، نسبه وتناسب ما بين ابعاد السلم وما بين ابعاد البوكس. عايزين نجيب بعد الصندوق، عوض اف، هتلاقي الدنيا عماله تتبسط معاك، تديك في الاخر ايه اس تلتين زائد بي اس تلتين الكل اس 3. طبعا ما ينفعش واحد يقول لك ندخل اس 3 جوه ونطير 3 في المقام وفي المقام، ما ينفعش. دول قيمتين مجموعين على بعض، التكعيب بتاعهم ده انا مجمعهم، ان هي كانت عباره عن اكس تربيع زائد بي تربيع زائد 3 زائد 3. اول ما لقيت فيه 3 و3 وهم اربع مقادير جه في دماغي على طول مفهوم ذات الحدين اس 3. فرحت قايل ان دي عباره عن ايه؟ اس 3 الكل اس 3. ودي نفس القصه، بي اس 3 الكل اس 3، بحيث يبقى المقدار عندي في النهايه مقدار اول تكعيب وفي الاخر مقدار ثاني تكعيب، 3 في الاول تربيع في الثاني، 3 في الاول في الثاني تربيع. فاكرين مفروض جزء الحدين يا جماعه؟ مش فاكرين. لما اقول اكس زائد واي تكعيب بتساوي ايه؟ بتساوي اكس تكعيب زائد 3 اكس تربيع واي زائد 3 اكس واي تربيع زائد واي تكعيب. ماشي يا جماعه؟ يبقى ادي طول السلم اللي احنا عايزينه جبناه. طبعا نظرا لان هي قيمه واحده فيعني انا مش هعرف، يعني هي قيمه واحده خلص، لو كذا قيمه لازم اختبر. تعال نختبر نشوف الماكسمايزيشن والمينيزيشن. هنجيب التفاضل الثاني بالنسبه لاكس 2، هنعوض في باكس 2 بايه زائد بي اس 3 اس 3. بسط طلع لي في الاخر 6 بي اس ناقص 3 ايه اس 3 زائد 4 زائد 2. الايه بالموجب والبي بالموجب اللي هي ابعاد البوكس، مضروبين في 6 مرفوعين لاس زائد 6 كمان، يطلع موجب ولا سالب؟ يطلع موجب. يبقى دي مينيمم بولت. موضوع سهل طبعا. طريقه السبستيوشن بتبقى صعبه شويه زي ما شفنا لما يطلع عندنا جذر
والكلام ده بيتكلكع معانا. فالطريقة الأفضل واللي معظم الناس بتشتغل بيها لاجرانج مالتبلاير ميثود، طريقة مضاعفات لاجرانج. ايه طريقة مضاعفات لاجرانج؟ طريقة سهلة قوي. راجل بيقول لك انت عايز تعمل مينيمايزيشن او ماكسمايزيشن للدالة اف اللي هي اف اوف اكس، سبجكت 2 جي اي اوف اكس بتساوي صفر. جميل. قال لك انا هقول لك حاجة حلوة قوي، احنا هنعمل اوبجيكتيف فانكشن جديدة اسمها لاجرانج مالتبلاير اوبجيكتيف فانكشن. عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاوبجيكتيف فانكشن الاصلية زائد لاندا مضروبة في الكونسترينت. يبقى الراجل مش هيقعد يعوض، لا هيحل معادلات مع بعض ولا يجيب ناس لولاية ناس ولا يعمل اي حاجة خالص. هو هياخد الكونسترينت يضربه في لاندا، ده لو كونسترينت وحيد، لو اتنين كونسترينت تلاتة يضرب في لاندا 1 لاندا 2 لاندا 3 لاندا 4، يكون اوبجيكتيف فانكشن جديده اللي هي لاجرانج مالتبلاير اوبجيكتيف فانكشن اللي هي ال، هتبقى داله في الاكسات الاصليه في الديزاين فاريبلز الاصليين، وداله في اللاندا اللي هو حطها اللي هو اللاجرانج مالتبلاير. طب كلام جميل. اجي دلوقتي عندي ال اللي هي داله في اكس ولاندا بتساوي اف اوف اكس زائد لاندا جي اوف اكس. انت عايز تجيب ايه؟ فانكشن جديدة دالة في الاكس واللاندا. عايزين علام المنزيشن نعمل ايه؟ عادي بارشل اف بارشل اكس اي بتساوي صفر، وكمان بارشل اف بارشل لاندا اي بتساوي صفر. واضحة يا جماعة؟ يعني المتغيرات عندك الثلاثة واثنين كونسترينت، بقى كله عندي خمسة. خمس متغيرات. اكس 1 اكس 2 اكس 3 لاندا 1 لاندا 2. ابدا بارشل بالنسبة للخمسة وتساويهم بالصفر، يجيب لك خمس معادلات، حل عن خمس معادلات في خمس مجاهيل، تجيب القيم بتاعتك، خلص الموضوع. السؤال ده اللي يسأل نفسه، اقول بقى ان دي ماكسيمم ولا مينيمم ازاي؟ بيعمل حاجة زي الهيسيان ماتريكس، محدد كده كبير، العناصر بتاعته متقسمة اربع تربع، خد بالك معايا مش اربع تربع متساويين. ادي مربع، ادي مستطيل، ادي مستطيل بصفار، ادي مستطيل زي المستطيل اللي فوق ترانسبوز بتاعه. هنا L11 ناقص Z، L12 بيطرح Z متغير اسمه Z من الدياجونال. بيطرح متغير اسمه Z مين؟ من الدياجونال. كلام جميل. وال LI ال L1 2 و2 1 قال لك LIJ عبارة عن بارشل 2L بارشل XIXJ زي الهيسيان بالظبط. هو الهيسيان. مش يا جماعة الهيسيان بتاعنا كنا بنقول ان العنصر الرابع والسادس بيساوي بارشل 2F، بس هي بارشل 2L بقى بارشل X2 X4 6 زي بالظبط. طيب ايه بقى الجي دي؟ جي 1 1 وجي 2 2 دي عبارة عن الجي اي اكس، التفاضل بتاع الكونسترينت نمبر اي بالنسبة للمتغير نمبر جي. كلام جميل. طب لما نعمل الكلام ده ايه اللي هيحصل؟ هنفك المحدد ده يديني معادلة في الزد، هنحل ونجيب قيم الزد. الزد دي لو طلعت موجب، قيم الزد كلها طلعت موجب يبقى ده مينيموم، طلعت كلها سالب ماكسيموم، سالب وموجب لا مينيموم ولا ماكسيموم. هنشوف في الحل. كاميرا مستطيلة القطاع، تم اقتطاعها من جذع شجرة دائرية قطرها 2 اي. الكاميرا تم استخدامها ككابولي بطول ثابت لتحمل حمل، لتحمل حمل مركز عند الطرف الحر. اوجد ابعاد الكاميرا التي تعطي اكبر قوة تحمل للكاميرا، يعني اكبر اجهاد. يعني عندي جذع شجرة طوله ثابت، مش عارف الطول، دائري قطره 2 ايه، يعني نص القطر بايه، عايزين نقطع منه كاميرا تتحط كابولي تشيل كونسنتريت في الاخر بحيث تديني اكبر قوه تحمل. اكبر قوه تحمل يعني السجن عليها ماكسيم، تقدر تشيل اكبر ستريس. ابيم اوف يونيفورم ريكتانجولار كروس سكشن تو بي كات فروم ا لوج هافينج ا سيركولار
cross section of diameter 2a, the beam has to be used as a cantilever beam. The length is fixed to carry a concentrated load at the free end. Find the dimensions of the beam that correspond to the maximum tensile bending stress carry capacity. انا عندي دايره هقطع منها يا جماعه، هقطع منها قطاع مستطيل. ادي نقطة على الدايرة زي ما قلنا من شوية، لازم اكس تربيع زي واي تربيع بتساوي ايه تربيع، ايه ده اللي هو نص قطر الدايرة. طيب الابعاد القطاع اللي انت خدته 2 اكس في 2 واي، لان النقطة دي احدى فيها اكس وواي، ادي الاكس وادي الواي، يبقى ابعاد الكاميرا بتاعتنا 2 اكس في 2 واي. جميل جدا. سيجما بتساوي ام في واي على اي، خدي بالك معايا الاي بتساوي ايه؟ 2 اكس في 2 واي تكعب على 12. موزع عمود تكعب على 12. جميل جدا. سيجما ماكسيمم هتساوي 3 ام واي على 4 اكس واي تكعب. خد بالك الواي حطيتها بواي. الواي حطيتها بواي. لانك لو هتيجي تعوض عشان تجيب الماكسيمم ستريس بتعوض عند الشفه الفوقانيه او التحتانيه. فالشفه الفوقانيه والتحتانيه الواي بتاعتها بواي. مفهوم يا جماعه؟ جميل. يبقى دلوقتي عندي معادله عايز اعمل ماكسمايزيشن ل 3 ام واي على 4 اكس واي تربيع، او ممكن نحولها الى صوره اف بتساوي كي اكس اس ناقص 1 واي اس ناقص 2. مين الاف دي؟ 3 ام على 4، ما دي ثابته. جميل. في عندك شروط؟ في عندي اكس تربيع زائد واي تربيع بتساوي ايه تربيع. لاجرانج ملتبلاير يعمل لنا ايه؟ يقول لك هنكون الداله ال، اول حاجه احول الداله جي الى زيرو، هجيب الاي تربيع في الطرف عشان احولها الى داله صفريه. هنكون ال ال، ال ال عباره عن داله في اكس وواي ولمبه، مفيش هنا تعويض بقى. فهنلاقي الصوره بتاعتنا عباره عن كي اكس اس ناقص 1 واي اس ناقص 2 زائد لمبه في اكس تربيع زائد واي تربيع ناقص اي تربيع. دي داله اوبجكت فانكشن جديده في ثلاث متغيرات اكس واي ولمبه. هنعمل ايه؟ هنفاضل مره بالنسبه بارشل بالنسبه لاكس ونساوي بصفر، بارشل بالنسبه لواي ونساوي بصفر، بارشل بالنسبه للاندا ونساوي بصفر، ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل. ابدا حلهم بسهوله جدا، تاخد المعادله الاولى تجيب اللاندا في طرف والباقي في طرف، المعادله الثانيه اللاندا في طرف والباقي في طرف، ساوي الاثنين لاندا باثنين لاندا، تجيب علاقه ما بين الاكس والواي. وانت اصلا في عندك معادله ثانيه فيها علاقه ما بين الاكس والواي، حلهم مع بعض، هتطلع ان الواي من هنا باكس على جذر اكس جذر 2، عوض هتجيب الاكس ستار والواي ستار. جبت وتجيب كمان اللاندا ستار لو انت عايز. كلام ظريف ولا مش ظريف؟ يا بسهوله جدا قدرت احسب الاكس ستار والواي ستار واللاندا ستار. عايزين نشوف بقى دي ماكسيمم ولا مينيمم؟ عادي خالص. هنكون مصفوفه. الجزء ده عامل زي الهيسيان. افتكر ان الاكس ستار بايه على جذر 3، الواي ستار بايه جذر 2 على جذر 3، اللاندا ستار ب 9 جذر 3 اكي على 4 اس اس 5. هنعمل ايه؟ بارشال ال بارشال اكس عارفينها. هنفضلها مره ثانيه بالنسبه لاكس ومره بالنسبه لواي، ونفاضل اللي بارشال واي بالنسبه لواي. عشان اجيب ال11 ال12 ال21 ال22. مظبوط؟ جميل جدا. ونعوض بالاكس ستار والواي ستار واللاندا ستار. هنقدر نجيب الثلاث قيم اللي عندنا بعوض في الثلاث حاجات. قدرت اجيب قيم زي ما شفنا دلوقتي. انا جبت ايه؟ بصوا معايا. انا عوضت بالاكس ستار والواي ستار واللاندا ستار، قدرت اجيب لاندا ال بارشال اكس سكوير مره، ولاندا ال بارشال اكس بارشال واي، ولاندا سكوير لاندا سكوير ال لاندا واي سكوير. يبقى جبت التلات مقادير بتوع الهيسيان ماتريكس في الجنب. بس انا محتاج لسه جي 1 1 وجي 1 2 ده هي واحدة بس. جميل. يبقى هنجيب لاندا جي بالنسبة للاكس، لاندا جي بالنسبة للواي، هعوض بالستار بالاكس ستار والواي ستار. دلوقتي بقت الحاجات كلها موجودة عندي، هكون المصفوفة الظريفة بتاعتنا، هنلاقي منظرها عامل كده. باجي في الدياجونال اللي فوق بس
واطرح زد. تعال نفك المحدد الجميل ده. نيجي نفك المحدد. طبعا انتوا عارفين افك المحدد ده اي صف واي عمود. هفك بالصف الاخير عشان ابسط لان في صفر. ادي فك المحدد. هاخد بره عامل مشترك 2 ايه على جهاز 3 اللي خدنا قبل كده. في فارق بين المشترك في المصفوفه والمشترك في المحدد. المشترك في المصفوفه بيتاخد من العناصر كلها، المشترك في المحدد بيتاخد من صف ومن عمود. انا هاجي من العمود ده بص كده معايا واخد عامل مشترك اللي هو 2 ايه على جهاز 3، ومن العمود ده هاخد 2 ايه على جهاز 3، واجي ابسط الدنيا. بص بص بص، هقسم الطرفين، دي واحده صفريه، هقسم الطرفين على 2 ايه و2 ايه و3 في المقام. بدي الصوره بتاعتها. كلام ظريف. هحط في مقدار كده دايما طالع معايا 9 جزات على اي سكوير كي هسميه سي. بقت الداله بالشكل ده. هنفك نجيب الزد بدلاله السي. هلاحظ الاقي ان السي بالسالب، اي الزد بالسالب. زد بالسالب يبقى ماكسيمم بوينت. كلام ظريف ولا مش ظريف؟ فهمني يا جماعه الكلام ده؟ كلام كويس؟ في مثال تاني حضراتكم بقى بتقروه ان شاء الله. برضو عنده اسطوانه بشيت، الشيت ده مساحته معروفه، عايز يلف بيحس يديله اكبر حجم عندنا ان شاء الله. نكتفي بذلك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماشي يا جماعه. مثال 4 بيقول لي احسب ابعاد اسطوانه شامله من القاعده والغطاء مصنوعه من صفيحه معدنيه، وذلك لتعظيم حجمها بحيث يكون المساحه السطحيه لها يساوي اي نوت 24 بون. Find the dimensions of a cylindrical of a cylinder with top and bottom made up of sheet metal to maximize its volume such that the total surface area is equal to a not equal 24 by. والفكره ببساطه جدا ان انا عندي هنا تو فاريبلز. ايه هم اللي انا عايزهم؟ اكس 1 واكس 2. اكس 1 هيعبر عن الراديوس، واكس 2 هيعبر عن اللينث اللي هو الهايت. اي سلندر في الدنيا اهي عشان اعرفها لازم اعرف الراديوس بتاع البيز او نص القطر بتاع البيز والارتفاع بتاع سلندر. من هنا نلاقي ان الاوبجكتيف فانكشن بتاعتي اللي هي الفوليوم هتساوي مساحه القاعده في الارتفاع باي ار سكوير في اتش او باي اكس 1 سكوير في اكس 2. طيب ايه بقى الكونسترينتس اللي عندي؟ ان انا عايز المساحه السطحيه تساوي اي نوت. المساحه السطحيه دي اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن المساحه الجانبيه، المساحه الجانبيه زي مساحه القاعدتين. المساحه الجانبيه لو جينا نبص هنلاقي بتساوي محيط القاعده في الارتفاع. محيط القاعده يعني تخيلت انك جيت قصيت هنا كده وفردت ده عملت مستطيل، فهتلاقي من مستطيل الابعاد وهي طول المحيط بعد ما اتفرد والارتفاع. يبقى في عندنا اهو 2 باي اكس 1 ده محيط القاعده في الاكس 2 اللي هو الارتفاع زائد مساحه الدايرتين. مساحه الدايرتين دايره بتاعه الغطا والدايره بتاعه البيز. يبقى دي كده عندنا هو الكونسترينت عندنا 2 باي اكس 1 سكوير زائد 2 باي اكس 1 اكس 2 بتساوي اي نوت، واي نوت بكام؟ ب 24 باي. زي ما قلنا قبل كده ممكن نشتغل بالدايركت سبستيتيوشن ميثود وممكن نشتغل باللاجرانجيان مالتبلاير ميثود. لو هنشتغل بالدايركت سبستيتيوشن ميثود ادي الكونسترينت اللي عندي ان 2 باي اكس 1 تربيع زائد 2 باي اكس 1 في اكس 2 بتساوي اي نوت. هنجيب اكس 2 لوحدها في طرف ونجيب الباقي كله في طرف، فهنلاقي ان 2 باي او حتى هو ما عملش كده، هو ضرب الطرفين في اكس 1، ضرب الطرفين في اكس 1 لحاجه في نفس يعقوب. لما ضرب الطرفين في اكس 1 بقت دي عباره عن 2 باي اكس 1 تكعيب، دي بقت 2 باي اكس 1 تربيع اكس 2، ودي بقت اي نوت اكس 1. قسم الاثنين على 2 وجاب الباي اكس 1 تكعيب دي في الطرف الشمال. بقى الطرف هنا عباره عندنا الكونسترينت بتاعنا عباره عن ايه؟ باي اكس 1 تربيع مضروبه في اكس 2 بتساوي اي نوت اكس 1 على 2 ناقص باي اكس 1 تربيع. ايه بقى الميزه اللي انا عملتها؟ ما هو ده هو عباره عن
الاوبجكتيف فانكشن بتاعتي. يبقى انا بالحركه اللي انا عملتها دي جبت الاوبجكتيف فانكشن التعويضه بتاعتها عشان انا عايز اطير مين؟ عايز اطير اكس 2. فانا قسمت على 2 وضربت في اكس 1 بحيث حصلت على الاوبجكتيف فانكشن. يبقى انا اقدر دلوقتي اشيل واقول ان الاوبجكتيف فانكشن بتاعتي عباره عن ايه؟ نوت اكس 1 على 2 ناقص باي اكس 1 تكعيب. ده اتحولت الاوبجكتيف فانكشن بتاعتي من 2 فاريبلز الى 1 فاريبل اللي هو اكس 1. بقت العمليه سهله خالص. هبدا افاضله بالنسبه لاكس 1 الاف، جبنا التفاضل هسويه بالصفر، هسويه بالصفر بسهولة جدا، معادلة من الدرجة الثانية. هجيب ده الطرف في الطرف اليمين بالموجب واخد الجذر التربيعي للطرفين بعد الاسم على 3 باي، هلاقي ان اكس 1 هتساوي جذر اي نوت على 6 باي. طيب عايزين نجيب اكس 2، ما هو عندنا قانون اهو ظريف نقدر نجيب منه اكس 2، هنعوض عن اكس 1 نعرف نجيب اكس 2. يبقى اكس 2 هتساوي اي نوت على، هقسم طبعا الطرفين على باي اكس 1 تربيع، هقسم الطرفين على باي اكس 1 تربيع. فبقى هنا عندنا 2 باي اكس 1 عشان في اكس 1 فوق ناقص اكس 1 لوحدها، هنشيل اكس 1 ونحط مكانها جذر اي نوت على 6 باي. يبقى الاكس 2 بتاعتي بالقيمه دي نقدر ناخد عامل مشترك تطلع لي في النهايه بجذر 2 اي نوت على 3 باي اكس. يبقى انا كده جبت اكس 1 وجبت اكس 2. عايز اشوف بقى هل دي قيم ماكسيمم ولا قيم مينيمم؟ سهله جدا، هنفاضل التفاضل الثاني. جبنا طبعا عوضنا، جبنا قيمه الاف ماكسيمم. لو الاي نوت ب 24 باي هنشيل الاي نوت ونحط 24 باي، من الاكس 1 ب 2 والاكس 2 ب 4. زي ما قلت عايزين نشوف هي ماكسيمم ولا مينيمم بسهوله جدا. هنبدا ان احنا نفاضل، نجيب التفاضل الثاني ونشوف موجب ولا سالب. موجب يبقى مينيمم، سالب يبقى ماكسيمم. ملخص اللي احنا قلناه ان احنا داله الهدف عندنا اما تكون سنجل فاريبل او مالتي فاريبل، والمالتي فاريبل بتكون وذاوت كونسترينت او وذ كونسترينت، والويذ كونسترينت بيكون ايكواليتي كونسترينت او انيكواليتي كونسترينت. شفنا مع بعض لو هي ايكواليتي كونسترينت بتكون على الصورة دي، انا عايز اعمل مينيمايز ل f of x شريطة ان gi of x بيساوي 0. فبنبدأ والاكس زي ما قلنا بتكون عبارة عن فيكتور مقاسه n، والكونسترينتس بيكون مقاسها m، ولازم الام تبقى اقل من الn والا يبقى انا كده فل كونسترينت. عندنا في طريقتين، في طريقة التعويض زي ما قلنا، في عندنا طريقة التعويض ان انا بعوض بحل الكونسترينتس بتاعتي مع بعض سيمالتينيوس عشان اشيل بعض الفاريبلز واعوض بيها بدلاله الفاريبلز الاخرى بحيث اقلل المقاس بتاع المصفوف بتاع الاوبجكتيف فانكشن بتاعتي، بعد كده ابدا احلها زي الان كونسترينت. خلينا في طريقه ثانيه اللي هي طريقه لاجرانج مالتبلاير ميثود، ان انا عايز اعمل اوبتمايزيشن مينيمايزيشن للاف اف اوف اكس شريط جي اوف اكس بتساوي صفر. بنكون لاجرانجيان اوبجكتيف فانكشن جديده ال داله في الاكس الاصليه واللمبه بتساوي اف اوف اكس زائد لمبه جي اوف اكس. طب انا عايز اعمل اوبتمايزيشن، وفاضل مره بالنسبه للاكسات واساويها بصفر، وفاضل مره بالنسبه لللمبات واساويها بصفر. بنبدا نحل المعادلات مع بعضها، بنقدر نجيب قيم الاكس وقيم اللمبة. عايزين نعرف ماكسيمم ولا مينيمم، بنعمل المحادله اللي قلنا عليها قبل كده ونكون المحدد ده ونجيب داله في الزد ونحلها حسب بقى الداله في الزد دي. لو طلعت قيم الزد كلها موجبه يبقى ده كده مينيمم، كلها سالبه يبقى ماكسيمم، بوزيتيف ونيجاتيف يبقى ده مش اكستريم بوينت اصلا. نكتفي بهذا المقدار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.